أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في مباحث النظر، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الفلاسفة قالوا بعدم الملازمة بين النظر وحصول العلم. صفحة 24 أنه ليست هنالك ملازمة بين النظر وحصول العلم، واستدلوا بذلك باستدلالين اثنين، أو احتجوا بحجتين ناقشنا الأولى منها ورددناها. فذكرنا أننا نختار كون النظر مفيدا ومحصلا للعلم بالبداهة في أكثر الأحيان، يعني بدهيا الإنسان يحصل العلم بعد النظر، يعني بعد البحث والتحقيق والتبصر، لأن الوجدان حاكم بحصول العلم بالأمر البديهي أو البدهي لو نظر بإنصاف إلى الصغرى والكبرى. وذكرنا ما معنى الصغرى والكبرى، فنطبق عادة الكبرى على الصغرى حتى نحصل على النتيجة منطقيا. الآن نأتي إلى إشكال ثان أو حجة ثانية يطرحها الفلاسفة للتدليل على عدم الملازمة بين النظر وحصول العلم. هذه الحجة في صفحة 25 ثانيا. شنو يقول؟ لو كان النظر يستلزم العلم، هذه حجته أو إشكاله. يقول لو كان النظر يستلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مبادئ للنظرية. مبادئ يعني مبادئ للنظرية، جمع مبدأ مبادن جمع تكسير. لو كان النظر، هذا النظر الذي تقولون أنه يستلزم العلم يوصلكم إلى النتيجة العلمية، لو كان هذا النظر يستلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم. الناس ما كانوا يختلفون في آرائهم في القضايا العلمية. لماذا؟ لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مباد للنظرية، يعني العلوم الضرورية البدهية هي مبادئ لكل نظرية. كل نظرية تقوم على ماذا؟ أولا على البدهيات، على الضروريات، على الحسيات. العالم متغير، شيء محسوس، شيء ضروري، شيء بدهي، صحيح؟ ثم نرتب عليها أن كل متغير حادث، يعني كان مسبوقا بالعدم، فنصل إلى النتيجة أن العالم متغير أو العالم حادث. وبما أن الأمور البدهية يتفق عليها جل الناس، الأمور البدهية كل من يتفق عليها، يلزم من ذلك أن الأمور النظرية الحاصلة من القضية البدهية، النظرية التي تتولد من القضية البدهية، من القضايا البدهية،
أيضا مما يتفق جل العقلاء عليها، مع أننا نجد آراء الناس متضاربة فيما بينهم. يعني شنو يريد يقول هذا الفيلسوف؟ يريد يقول أنه النظر لا يستلزم العلم. لماذا؟ لأن النظر النتيجة النظرية التي تصلون إليها، نظرية معينة، نظرية خلقة الكون، جاءت من خلال ماذا؟ مقدمات بدهية، مقدمات ضرورية. فإذا كان النظر فعلا يستلزم العلم، يعني النتيجة العلمية تتحقق بسبب النظر، فيفترض أن لا يكون فيها اختلاف. لماذا؟ لأن الطرق الموصلة إليها ليس فيها اختلاف. يعني القضايا البدهية التي رتبنا عليها هذه النتيجة ليس فيها اختلاف. ولأنه الآن حاليا يثبت لدينا أن الناس تختلف، مع أنه ماذا؟ المبادئ واحدة، المبادئ البدهية. فإذا النظر لا يستلزم العلم بالضرورة، يعني هذا نقضهم. ما هو الجواب؟ جوابه إن اختلاف الناس في الاعتقاد إنما هو بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحملة. يعني اختلافهم ليس لأن النظر لا يقود إلى النتيجة العلمية، لا، وإنما بسبب تركهم الترتيب الصحيح للمقدمات التي توصل إلى النتيجة، وغفلتهم عن شرائط الحمل، شرائط توليد الحكم. إنجاز التعبير، ذكرنا أن الحمل المحمول يعني الحكم المترتب على الموضوع الكذائي، هذا معنى الحمل. أقول أحمل هذا الماء على النجاسة، يعني رتبت عليه حكم النجاسة مثلا. لاحظتوا شلون المسألة؟ والغلط في الترتيب، الآن يعطي مثالين، والغلط في الترتيب يحصل بأمرين. الأول بالجزء المادي للقضية، يعني المقدمة من المقدمات، مثلا المقدمة الصغرى أو الكبرى، يأتي ويغلط بالجزء المادي للقضية، يكون عنده خطأ. مثاله أن يعتقد أن العالم قديم بدلا من كونه متغيرا، يتصور أن العالم قديم مو متغير. لاحظتوا؟ يقول قديم، أصله قديم، يعني غير مسبوق بالعدم، ثابت لا يتغير، هو قديم. فهنا بسبب هذا الاختلاف، يعني شو؟ بسبب الغلط بالجزء المادي للقضية، مادة العالم متغيرة مو قديمة، صفة العالم متغيرة وليست قديمة، العالم جاء لا من شيء، جاء من العدم. فهنا بسبب هذا يرتب عليها نتائج تكون مغلوطة. يقول وكل قديم واجب. فعلا كل قديم واجب، يعني شنو كل قديم واجب؟ ما معنى الواجب؟ الواجب يعني واجب الوجود، يعني لا يمكن أن يضمحل، لا يمكن أن ينعدم، عكس الممكن. سجلوا هذه، الممكن عكس الواجب، والواجب عكس الممكن. زيد ممكن، إنسان معين ممكن. لماذا؟ لأنه كان مسبوقا بالعدم، وفيما بعد سيعيش فترة معينة ثم ينعدم مرة أخرى. الواجب عكس ممكن، والممكن عكس الواجب. الممكن يعني شيء ممكن وجوده في الواقع الخارجي، ممكن هو الشيء،
الذي يمكن وجوده في الواقع الخارجي ويمكن عدمه أيضا، هذا يسمى الممكن. الممكن ما يمكن وجوده في العالم الخارجي أو في الواقع الخارجي، عفوا في الواقع الخارجي، وما يمكن عدمه أيضا، وما يمكن عدمه أيضا في الواقع الخارجي على كلا التقديرين. أما الواجب فلا، الواجب يظل واجبا أبدا. أما الواجب يظل واجبا أبدا، يعني شنو؟ يعني واجب الوجود في الواقع الخارجي، ليس ممكن العدم، لا يمكن أن يطرأ عليه العدم، وهذا الواجب لا يكون سوى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الوحيد الواجب، هو الشيء الذي يظل واجبا ثابتا، ثابتا موجودا، لا يسبقه العدم ولا يلحقه العدم ولا يطرأ عليه العدم، إنما هو واجب ثابت موجود أبدا، قبل الخلق، مع الخلق، بعد الخلق، هذا يسمى الواجب. والواجب الله تبارك وتعالى. فهذا في هذا المثال يأتي الشخص فيقول إن العالم إن العالم قديم. قديم يعني شنو؟ غير مسبوق بالعدم. وكل قديم واجب، صحيح. الكبرى صحيحة، الصغرى بها خلل، مادة الصغرى فيها خلل. شنو الصغرى؟ أن العالم قديم. ما نريد أن نطبق عليها قاعدة أكبر، وهي شنو؟ كل قديم واجب. فالنتيجة التي تأتي ماذا؟ فالعالم واجب. لا، فهذا خطأ، معناته صار العالم شنو؟ هو الله، وحدة الموجود. فشنو يصير نتيجة؟ خطأ، يصير النتيجة خطأ. فمادة القضية هنا باطلة وغير صحيحة، المادة الأولى الصغرى، فالنتيجة سوف تكون غير صحيحة، لذا قيل إن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، أضعف المقدمتين، أسقط المقدمتين. شنو المقدمتين؟ نحن عندنا مقدمتان صغرى وكبرى، ما أخسهما؟ أسقطهما ماذا؟ أضعفهما، يعني أغلطهما إن جاء التعبير. العالم قديم، الثانية ما بها إشكال أصلا، ما بها غلط حتى، فلذلك النتيجة تتبع أخس المقدمتين. يعني إذا افترضنا حتى المقدمة الثانية الكبرى كانت خاطئة، فأخسهما، كان أخسهما أضعفهما، النتيجة تتبع هذا. فلذلك هنا وقع الخطأ. أن العالم قديم وكل قديم واجب، هذا صحيح. كل قديم واجب صحيح، مو إن العالم قديم بدي. فالعالم واجب خطأ. نعم، فالعالم واجب. أي عشت علي أي يعتقدون بوحدة الموجود. أي اللي يريد يرتب على وحدة الموجود هكذا يقول، ممكن أن يستدل بهذا الاستدلال. أما استدلالات أصحاب وحدة الموجود فاستدلالات أخرى كثيرة غير هذا. طب المثال تقني البحر من الفارجة. أي هذا هم مثال الفارجة. الثاني يقول الثاني من الغلط الذي يحصل في ترتيب المقدمات فتخرج النتيجة خاطئة أيضا ومغلوطة، ما هو الثاني؟ يقول الغلط في الجزء الصوري للقضية، مو الجزء المادي. في ذاك كان شنو؟ الجزء المادي للقضية. يقول العالم قديم، هذا جزء مادي، مادة العالم ليست قديمة، العالم متغير، واضح، واضح تغيره. هنا الجزء الصوري للقضية، تصوره للقضية يكون خاطئان، مو مادة القضية. مثلا يعتقد أن في الحائط فأرة. خب، هذه المقدمة صحيحة أم لا؟ لا، هي غلط. لا صحيحة. شنو الإشكال؟ يعني في الحائط فأرة أم لا؟ داخل نص الحائط.
هذه المقدمة صحيحة. المقدمة الثانية خطأ، عفوا النتيجة تكون خطأ. المقدمة الثانية أيضا صحيحة، وكل فأرة لها أذنان فالحائط له أذنان، هذا خطأ في التصور مو في المادة. المادة صحيحة هنا، الحائط فيه فأرة والفأرة لها أذنان، ماكو إشكال. أما المشكلة في التصور، الجزء الصوري للقضية خاطئ، لا يمكن أن يكون للحائط أذنان لاختلاف الجنسين، هذا جماد وهذا حيوان. أحسنتم. ولو سلمت القضيتان من الخطأ لكانت النتيجة سليمة وصحيحة. بهذا رددنا على قول الفلاسفة الذين قالوا وادعوا بأنه النظر لا يستلزم العين. الثاني، الثاني هنا عطفا على ماذا؟ على القول الأول بعدم الملازمة. الآن القول الثاني وهو قولنا أي الملازمة، يقول القول بالملازمة أي أن النظر يستلزم العلم، وهذا ما اصطلحوا عليه بمسألة حصول العلم عقيب النظر، واستدلوا على صحته. بماذا استدلوا؟ بأن حصوله بعد النظر أمر بدهي، هذا ما شرحنا، لأن من نظر في المقدمتين مع اعتقاده بهما فإنه حتما يحصل له العلم بالنتيجة، الأمور البدهية هنا حاكمة، ومن نظر بإنصاف واعتقاد بالمقدمتين فإنه حتما يحصل له العلم بالنتيجة. مثاله كل من نظر بأن العالم حادث وكل حادث متغير لا بد أن يعتقد بأن العالم متغير. شفتوا المسألة وين؟ واضح؟ شنو شنو الربط؟ أنا مثل ربطه ما دا عرب. شلون مادة ربطه؟ شنو الإشكال؟ الإشكال إنه شيخنا هسه الثاني إحنا قضيتنا إيه أحسن داوي النظر، حتمية النظر إذا نظرنا يحصل العلم، حتمية حصول العلم. بالي. هنا مو حتمية حصول العلم، هنا نتيجة لحصول العلم مسبقا، أصلا العلم حادث سابقا. هنا نتيجة. شلون علم حادث سابقا؟ لا لا، شلون حادث العلم حادث سابقا؟ أسعدنا شوفوا دققوا في دققوا في المقدمة، دققوا. العالم حادث. نقدر نقول هالشكل، كل من ينظر يستلزم العلم. إيه؟ إيه؟ يقول لا ما يستلزم بسبب عنده، يعني الإنسان ما تكون عنده نتيجة علمية. أحد يقبل هذا الحكي؟ أنه إنسان حينما يبحث ويتبصر وتكون المقدمات صحيحة، الجزء المادي للقضية صحيح، الجزء الصوري للقضية صحيح، لا يتوصل إلى نتيجة علمية. أكو أحد يرفض هذا الكلام؟ قضية بدهية. لا أقصد بالمثال هنا إيه، المثال واضح. شوفوا إيه، لا الربط ده ينطي مثال، يقول أنه مثلا شخص نظر بأن العالم حادث، بحث أول بحثة، يقول شنو العالم حادث أم مو حادث؟ حادث. زين الحادث شلون يحتاج إلى تحقيق؟ هو النظر بمعنى التحقيق، قلنا النظر بمعنى البحث التبصر. إيه بحث يعني. إن العالم حادث. عنده قضية. العالم الحادث يعني شنو؟ عنده قضية. يعني شيء مستحدث، شيء جديد. وكل حادث متغير. يعني مو نتيجة ثانوية. مو نتيجة ثانوية، هذا قاعد. كم نظر يعني؟ إيه هسه هالنظر آخر، هذه كلاهما قضيتان بدهيتان. شنو القضية البدهية الأولى؟ أن العالم حادث، فواضح هذا محسوس. العالم حادث أم مو حادث؟ حادث. قضية محسوسة. النقطة الثانية أيضا المعروفة عقليا، يعني محسوسة عقليا بدهية ضرورية، أن كل حادث متغير. كل حادث متغير أم لا؟ كل حادث متغير، يتغير
لأنه كان عدم ثم جاء إلى الوجود، جاء إلى الواقع، ثم بعد ذلك يتطور، يختلف، يتغير، صحيح؟ ثم بعد ذلك ممكن أن يصيبه العدم مرة أخرى. فإذا هذا تغير، تغير أم لا؟ تغير. فإذا العالم هذا متغير، هذه هي النتيجة. إذا حصلت النتيجة أم لا؟ يعني هذا من جيب هالمثال ده يقول، ده يقول الفلاسفة الآن حصلت نتيجة أن العالم متغير أم لا؟ حصلت النتيجة. يقول هذه النتيجة، شوفوا الآن يقول النتيجة مفهوم. شلون ربط النظر بالنتيجة مفهوم؟ احنا موضوع أنا قلت لكم على إنسان مثلا إذا نظر يوصل إلى نتيجة، صحيح؟ إذا نظر مو نظر، يعني نظر العين لا لا، نظر البحث يعني. إذا بحث راح سأل شاف حتماً يوصل إلى نتيجة. إذا كانت المقدمات صحيحة وتصوره للقضية صحيحة وإعماله لشرائط الحمل صحيحة يتوصل إلى نتيجة. هذا مع الأمل بعدين الإفادة فيما بعد تأتي. هو العلم، ما هو العلم؟ هو مجموع المعلومات. إذن هذا هو العلم، هو البحث. شلون يعني يستلزم هذا؟ هو جاهل. طبعا طبعا، نفترض أنه إنسان خلق بالبادية بالأدغال، ما يعرف أي شيء، يريد الآن أن يتعلم أول شيء كيف مثلا يقدح نارا، صحيح؟ فأول ما سيصنعه ماذا؟ أن ينظر، يجرب، صحيح؟ تأتي أولا يعمل عقله البدهي، يعمل عقله البدهي، ثم يجرب إلى أن تحصل له النتيجة. هاي صارت نتيجة علمية، يضيفها إلى معلوماته، وهكذا وهكذا وهكذا، تصير عنده مجموعة معلومات، هذه تصير علم. كلامنا، اختلافنا مع الفلاسفة ماذا؟ يقولون نعم هذا صحيح، تقودنا إلى هذه النتيجة أن العالم متغير، تقودنا إلى نتيجة مثلا أن العالم حادث، تقودنا إلى نتيجة أنه لا بد لهذا الكون من إله، تقودنا إلى نتيجة أن لا بد لهذا الكون من إمام مثلا. هذه كلها قضايا إذا بحثنا فيها بدهيا نتوصل إليها علميا، لاحظتوا؟ أما الكلام يقول أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك علما، يعني حقيقة علمية. أحسنتم، إحنا خلافنا معهم أنه هذه حقيقة علمية، فلازم يقولون لا، مو حقيقة علمية. إيه يعني أحسن، لا يقول عن ما يستلزم، ليس كل نظر يوصلنا إلى الحقيقة العلمية، إلى الإفادة العلمية السليمة. ممكن تكون الإفادة خطأ، ولكن نحن نشتبه، ما ندري، نتصور هذا خطأ. تردنا الإفادة تكون خطأ بأسباب، بأسباب أحسن، إما شرائط الحمل خاطئة، شرائط مبادئ القضية يعني الموضوع والمحمول خاطئ، شرائط صحيحة والحمل والمقدمات صحيحة، الصغرى والكبرى صحيحة، حتما يصل إلى النتيجة، يعني يستلزم العلم بالواقع. هذا هو، هذا اختلافنا معهم، وهذا ردنا عليهم. كما في المثال إن العالم حادث، هذا ليش جاب هذا المثال؟ مثال بسيط، مثال واضح، العالم حادث وكل حادث متغير، فالعالم متغير، ما يحتاج بعد إلى نقاش. صار واضح؟ صار واضح؟ الحمد. إضافة، يقول أيضا شيء أيضا يدعم موقفنا، إضافة إلى أن الوجدان حاكم على أن كل من نظر في المقدمات الصحيحة، شوفوا المقدمات الصحيحة، حصل له العلم، حصل له العلم. وإنكار الوجدان، يقول إنكار الوجدان، أنا ممكن هم يشكك في هذه النقطة بعد الفلسفي وخزعبلاته، هم ممكن يشكك، يقول أنه لا، الوجدان غير حاكم. هنا نرد عليه، نقول إنكار الوجدان مكابرة تتنزه عنها النفوس الشريفة. احنا ليش كل هذا الآن نبحثه؟ يعني انتوا دققوا، احنا ليش نريد نبحث كل هذا الآن ونثبت أن النظر واجب والنظر يستلزم العلم حتى بعدين نثبت عقيدتنا؟ أولا نثبت أنه النظر واجب، بعدين نقول حتما النظر يستوجب العلم،
إذا كانت الشرائط صحيحة فبالتالي من هذا نثبت ونلزم حصولنا بالحجة. يجينا البكري، يجينا الكافر، يجينا النصراني، يجينا اليهودي يقول أنا ما أتناقش لأنه النظر مو واجب أو أنه النظر لا يستلزم العين، فما أتناقش. نقول لا، نحجك بهذا. أولا تعال ابحث، انجر أنه تعال ابحث حتى نتوصل إلى العقيدة السليمة. نسوي نقطة يا شيخنا، إن كل من نظر في المقدمات الصحيحة حصل له العلم، وإن كان المجتمع مكابرة تتنزه عنها النفوس الشريفة. بالي لأن إحنا لا أمتلكنا هاي الملكة اللي صارت عندنا، يلا نقدر نحتج على طبعا هذا أول الاحتجاجات. يعني شوف هذا ألف باء أو أبجد الاحتجاج على الخصم في إعمال النظر. إعمال النظر يعني إعمال البحث والتحقيق والتحري والتبصر، ثم بعد ذلك نرتب عليه النتيجة أن النظر لا بد أن يوصلنا إلى النتيجة العلمية إذا كانت الشرائط صحيحة. هي نفس النظرية اللي نرجع عليها. بل بأن العالم حادث وكل حادث متغير. هذه أمثل. هذه أمثل. صحيح. يعني نظريات. صح. أمثلة لنظريات. أمثلة لنظريات. أمثلة لنظريات. خب. إلى هنا انتهينا من هذا. أنه هل النظر يفيد العلم أم لا؟ طبعاً. صار واضح؟ إن شاء الله. الأمر الثاني. في السبب الموجب لحصول العلم بالنتيجة، ما هو السبب الذي يؤدي إلى حصول العلم بالنتيجة؟ شنو هو هذا السبب؟ ما هو العامل الذي يجعلنا إذا نظرنا نتوصل إلى النتيجة؟ شنو هو هذا العامل؟ ما هو هذا السبب؟ الآن نريد أن نبحث، واتفقنا على أن النتيجة سأحصل عليها، صحيح؟ أحسنتم، بسبب الشرائط إذا كانت الشرائط سليمة. فالآن ما هو السبب الذي جعلني أتوصل إلى هذه الحقيقة أو إلى هذه النتيجة العلمية؟ يقول عرفنا مما تقدم أن النظر يفيد العلم، خوش هذا استذنا، ولكن ما يجب معرفته أنه ما هو السبب في حصول هذا العلم؟ شلون يتحصل لدينا؟ هل هو نفس النظر من دون وجود شيء آخر وراءه؟ يعني هل هو مجرد النظر الذي قادنا لذلك، مجرد البحث، أو أن عادة الله تعالى جرت في أن يسبب العلم لكل من نظر، أو أنه سبحانه يفيض على الناظر العلم بالنتيجة؟ هنا ندقق جدا، عبارات دقيقة وتحتاج إلى فهم كامل، جدا عبارات دقيقة. شنو يريد يقول؟ يريد يقول هنالك ثلاثة آراء في السبب الذي يؤدي إلى حصول العلم، يعني حصولنا على النتيجة العلمية. ثلاثة آراءكم. الرأي الأول يقول أنه نفس النظر المجرد هو يقودنا إلى العلم، ماكو عامل إضافي. هذا رأي من؟ رأينا الإمامية، إلا قسم ضئيل مشهور الإمامية يقولون بهذا الرأي، وكذلك المعتزلة من فرق هذه الأمة، المعتزلة أيضا يرون هذا الرأي في علم الكلام، دائما يذكرونه متكلمون، هم يذكرون هذا الشيء. هذا رأيه، يقول هو مجرد النظر. الرأي الثاني يقول لا، يقول ليس مجرد النظر، صحيح نحن ننظر، ولكن بعد النظر الله تعالى يخلق
نانا دقق يسبب النظر يسبب النتيجة يعني تسبيب جديد. والآن سنشرح الفرق بيننا وبينهم. هذا قول من؟ قول الأشعرية. الأشعرية يعني أصول مذهب المخالفين. مذهب المخالفين كما ذكرنا في محاضرات سابقة، محاضرات التاريخ والعقيدة، شنو ذكرنا؟ مو أبو موسى الأشعري، أبو الحسن الأشعري الثاني، مو الأول، الثاني. هذا أبو الحسن الأشعري هو من اعتزل أو انشق من المعتزلة فأسس مذهبا خاصا، من مذهبه تفرعت المذاهب الأربعة للجمهور. يعني مذهبه في هم في أصول دينهم يرجعون إلى الأشعري، عقيدة الأشعري، يرجعون إلى عقيدة الأشعري جلهم. قبل أبو موسى الأشعري؟ لا لا، هذا بعد. وين بعدين؟ بعد هلاك وخياس أبو موسى. أبو موسى أول واحد. إيه أول واحد. إيه أول غير. ذاك غير. عزل عن الدنيا ما شاء الله. فأبو الحسن الأشعري كان يقول بهذا القول، هو وتلامذته كانوا يقولون أن الله تعالى يسبب العلم تسبيبا فيما بعد، فيما بعد يعني منفصل عن النظر، منفصل، هنالك انفكاك، هنالك انفصال. هذا رأي الأشعري. هنالك رأي ثالث وهو رأي الحكماء والفلاسفة، الفلاسفة الإلهيين على تعبيرهم، يعني الفلاسفة المسلمين وإن كانوا يعني. لا لا مو العرفان، خلونا من العرفان، عرفان موضوع آخر. الفلاسفة والحكماء شو يقولون؟ يقولون إن الله يفيض على الناظر العلم بالنتيجة. الحكماء والفلاسفة يذكرون ذلك، يقولون يفيض، فيض يصير من الله، ولهم طبعا يعني استدلال في ذلك خاص، مو أنه مباشرة من الله، عن طريق ما يسمى بالعقل الفعال، العقل العاشر، عندهم العقول العشرة. الآن إن شاء الله سنشرح بشكل مفصل، هذا تحتاج جدا إلى تدقيق، تحتاج جدا، هذا المقطع جدا يحتاج إلى تدقيق حتى يفهم إن شاء الله تعالى. فهذه ثلاثة آراء. يقول اختار المعتزلة ومشهور الإمامية الأول، يعني شنو الأول؟ أن السبب في حصول العلم هو نفس النظر من دون وجود شيء آخر وراءه. والأشاعرة الثاني، اختار الثاني، شنو رأي الثاني؟ أن عادة الله تعالى جرت في أن يسبب العلم لكل من نظر. والحكماء الثالث، اختار الحكماء الرأي الثالث، وهو أنه سبحانه يفيض على الناظر، يعني من بحث، العلم بالنتيجة، يفيضه عليه فيضا. يتشابهان أما بهما اختلاف. هناك شوفوا الحكيم أو الفيلسوف يقول يفيض عليه، يعني النتيجة العلمية موجودة أساسا ثم يفيضها عليه. هسه الآن نشرح إن شاء الله. أما الأشعري شنو يقول؟ يقول يخلقها، يسببها من جديد. فرق مو بسيط، دقيق، دقيق، فرق دقيق. أن يسبب العلم لكل من نعم نعم. الآن نشرح، الآن نشرح، الآن نشرح، الآن نشرح، الآن نشرح، الآن نشرح، الآن نشرح. يقول واستدل المعتزلة، يعني أيضا الإمامية، على المدعى بأن من نظر، على المدعى يعني شنو؟ يعني أنه فقط النظر يكفي في حصول العلم، بأن من نظر في المقدمات مع سلامة الحواس والقياس، هذا اللي شرحناه الآن آنفا، حصل حتما على العلم بالنتيجة لشهادة الوجدان بذلك كما تقدم آنفا. هذا فكله شرح في الأمر الأول. واستدل الأشاعر، الآن نأتي إلى حجة الأشاعر حتى ننقضها ونودها. واستدل الأشاعرة على حصول العلم عقيب النظر بأنه على سبيل العادة، أي جرت عادته تعالى أن يخلق العلم عقيب النظر. هذا بدعوى ماذا؟ شنو حجتهم؟ أن العلم الحادث أمر ممكن. يقول العلم
أمر حادث أم لا؟ ممكن أم لا؟ ممكن. هذا العلم الذي أكتسبه حادث وممكن، صحيح أم لا؟ ممكن أفقده ولم أكن أحصل عليه من قبل، ما كان معي من قبل، وهو أمر حادث يعني مستجد. خب، والله تعالى قادر على كل الممكنات فاعل لها. الوحيد الذي هو قادر على الممكنات، كل الممكنات بما في هذا العلم الذي يكتسبه في عقله، هذا ممكن حادث، فالله هو القادر عليه. فإذا بسبب هذا يكون الله قد خلق هذا العلم أيضا. طبعا حجة أو استدلال سخيف، استدلال سخيف، لأنه أنت هنا قلت الله تعالى قادر على كل الممكنات. نعم صحيح، قادر على كل الممكنات، أما لماذا خصصت العلم بأنه يسببه بشكل انفرادي بشكل خاص؟ العلم ممكن صحيح، أما ما يصير أنه العلم الله جعل له مقدمة سببا طبيعيا فطريا، فالإنسان يحصل على العلم من خلال إعمال النظر من دون أن يخلق الله عز وجل العلم من جديد له. لا، الله تعالى جعل الأسباب مسبباتها، خلقنا، جعل عندنا العقل، وأعطانا قدرة التفكير والنظر كما ذكرنا بالدرس السابق، صحيح؟ فالله جعل في نظام المعلولات العلل والمعلومات، في نظام الأسباب والمسببات، جعل أن سبب حصول العلم ماذا؟ النظر. ما يحتاج أنه يخلق العلم خلقا خاصا. عينا مثل ما نقول شنو مثلا، الله تعالى جعل من صفات الاحتكاك مثلا بين شيئين، بين مثلا الحديد وحديد آخر مثلا، تخرج شرارة، فتخرج من هذه الشرارة تحرق الخشب مثلا، صحيح؟ ممكن أم لا؟ هذا الوضع الطبيعي. الله جعل هذا من مسببات النار، مو أنه خلق النار أيضا في مثل هذا المورد الآن بالذات. الآن كل ما أحك مثلا حديدتين، أو مثلا أجي مثلا بالولاعة أسوي شسم نار، فهذا معناه الله خلقه الآن. لا، سبب ومسبب. السبب هو هذه الشرارة، المسبب ماذا؟ النار. النار تكونت عن هذه الشرارة، يعني الله تعالى جعل هذا الأمر قانونا عاما، صار واضح؟ فكذلك بالنسبة إلى النظر والعلم، الله جعل قانون عام، كل من ينظر يحصل على العلم. ما نحتاج أنه إحنا نجي ونتفلسف ونقول أنه العلم يخلقه الله خلقا لكل فرد. موضوع آخر، موضوع آخر يتعلق بالتوفيق الإلهي، بالتوفيق النظر، مو أنه ما نظر. كلها موجودة، الفريق موجود. لا، موضوع آخر. لا، دقق وهسه أقول. أقول الله النور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، أيضا بأسباب ومسببات. يعني شنو يقذف؟ يعني توفيق إلهي يوفق هذا الإنسان لكي ينظر فتحصل النتيجة العلمية، مو أنه ينظر فلا تحصل له النتيجة العلمية. لا طبعا، العلم بدون نظر مستحيل. شلون يحصل بدون نظر؟ هو القذف الإلهي بدون نظر يحصل. شنو القذف الإلهي؟ ماذا أقول؟ هذا القذف الإلهي يحمل على أنه توفيق الإنسان، يعني إنارة الطريق إليه. شوفوا، التوفيق الإلهي إنارة الطريق للعبد لكي يصل إلى الله تعالى، لكي يصل إلى ما يرضي الله. التوفيق الإلهي للعلم يعني الله ينير له طريق العلم، يقدر يمشي في هذا الطريق، يبحث ينظر فيتوصل إلى النتيجة، مو أنه يأتيه ويقذف في عقله العلم. هذا يصير وحي يوحى بدون نظر، بدون بحث، بدون تحقيق. ما عندنا وحي مع الله تعالى. وأكو وحي موجود، وحي شنو؟ وحي من الله سبحانه وتعالى. أكو موجود بس مو إحنا،
فأقتل القاعدة لا هذا ها لذلك دا نقول لا مو القاعدة هنا لا لا شوفوا احنا نانا من نحكي على القواعد العامة ولكل قاعدتين شواذ واستثناءات احنا ما نحكي بالاستثناءات الآن ما نحكي بالنسبة للمعصومين والأنبياء والأوصياء الذين عندهم اتصال بالغيب فعلمهم مو علم كسبي أصلا مو علم حصولي علم لدني أحسنتم إيه يختلف احنا الآن نحكي الآن نريد أن نناقش البشر الطبيعة البشرية العامة مو الطبيعة البشرية الخاصة بالنسبة للمعصومين والأنبياء صار واضح؟ فالله يوفقنا مثلا نقول العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده مثلا فيكون معناه شنو يحمل على ماذا يوفقه للنظر أسباب ومسببات يتوصل إلى البيان صار واضح؟ واستدل الأشاعرة على حصول العلم عقيب النظر بأنه على سبيل العادة أي جرت عادته تعالى أن يخلق العلم عقيب النظر بدعوة شنو الحجة أن العلم الحادث أمر ممكن والله تعالى قادر على كل الممكنات فاعل لها طبقا لما يعتقدون من كونه تعالى خالقا للأعمال فيكون العلم بالنتيجة من فعله تعالى الأشعرية والمخالفون يعتقدون بأن الأعمال التي نقوم بها نحن هذه الأعمال ماذا الله تعالى خلقها الله تعالى خلقها خلقا يعني مثلا أنا أخذت الآن سكينة وقطعت رأس فلان هذا الله خلقه الله فعل هذا الفعل استقلالا الله خلقه مو أنه أسباب ومسببات فمن هنا من أكبر الإشكالات على الأشعرية أنهم من المجبرة يعني قولهم يشابه قول المجبرة أن الله قد أجبر عباده على فعل معين الله يخرجون من هذا المخرج ما عندهم مخرج ما عندهم مخرج أصلا هذا خلاف بين الأشعرية والمعتزلة هذا أكبر هذا الخلاف الأساسي اللي جعل أبو الحسن الأشعري يخرج من حلقة المعتزلة في مسجد الكوفة هذا هو الأساس الموضوع الرئيسي لأنه واضح لل إيه واضح بس شنو تسوي معناه اللي يفهمه؟ طبعا طبعا ولذلك عندهم عندهم كما في أحاديثهم طبعا يعني من جنة ونار جنة ونار نعم ولكن مع هذا يقول الله تعالى يخرق القواعد يوم القيامة يأتي بالكافر الزنديق المنافق القاتل كذا يعفو عنه يجعله في الجنة ويأتي هسه يعفو عنه يجعله في الجنة شوية شوية ممكن واحد يستوعبها أما يأتي بالمؤمن المتدين الملتزم بشريعة الإسلام وبالعبادة وبأداء الوظائف الشرعية يجعله في النار يقولون نعم كيف الله ما يقدر يقدر وندري يقدر بس أنه هل هذا معقول أين العدالة الإلهية ولذلك نحن نختلف معهم في مفهوم العدالة هذا كله سيشرح إن شاء الله الآن سنأتي إلى أصل العدالة والفروقات بيننا وبينهم ما هو مفهومهم بالنسبة للعدالة الإلهية ما هو مفهومنا شلون أكو اختلافات كل هذا بسبب البعد عن أهل البيت عن أولياء الله تعالى هو ما قادهم إلى الوقوع في هذه المحظورات هو ما قادهم إلى الوقوع في هذه المحظورات لذلك متأملين أنه الله يدخل عمر الجنة طبعا طبعا ثم ردوا مقالة المعتزلة بدعوة يعني هذول الأشعرية أو الأشاعرة يريدون أن يردوا مقالة المعتزلة في أن العلم يستلزم بأن النظر يسبب العلم حتما بلا عامل إضافي شنو قولهم بدعوة أخرى عندهم دليل آخر يعني على كلامي يقولون أن النظر كالتذكر والاستذكار النظر مثل التذكر والاستذكار واحد يتذكر شيء حيث يقوم الإنسان بعملية الاسترجاع في المخيلة فلا يكون تذكره سببا لحصول العلم هذا التذكر الإنسان يتذكر مجرد تذكر مو سبب لحصول العلم الإنسان يتذكر معلومات معينة يحصل له العلم هل أنه بسبب التذكر حصل له العلم لا فكذا لا يكون النظر سببا فيه أيضا قياسا له على التذكر فحيث إن التذكر واقع بلا اختيار فكذا النظر
وهذه حجة ما أوهنها وما أفسدها. على أي أساس أنزلتم التذكر منزلة النظر؟ فرق شاسع بين الأمرين. الطفل هم يعرف الفرق بينهم. الحمل غلط. أحسن. قياس مع الفارق، قياس فاسد. دائما أقيستهم حتى بالفقه عندهم أقيسة فاسدة، قياس مع الفارق. لاحظتوا؟ قياس ظني، يظن أن التذكر والاستذكار يعادل النظر وهو بمنزلة النظر. لا، التذكر يعني شنو؟ إنسان لما يتذكر، يتذكر نتيجة علمية توصل إليها عن طريق النظر أولا. تذكر عكس النسيان. عكس النسيان بلي، ولكن هو دي ينزل منزلة، يقول التذكر يحصل له العلم أم لا؟ نعم يحصل له العلم، بس يقول هذا مو نتيجته، مو نتيجة هذا، ولذلك العلم الله يخلقه. ليش؟ لأنه التذكر، التذكر من أخي شيخ أنا يمكن أقدر أشرح الموضوع هذا. التذكر هو إيجاد شيء كان موجودا. أحسن. بس النظر إيجاد شيء، شيء لم يكن موجودا. بلي، ولذلك خطأ أن ننزل التذكر منزلة النظر. النظر، النظر شيء جديد. أصلا هذا قياس فاسد. أحسنتم، هذا قياس فاسد تماما. هو طبعا شنو يريد يقول من هنا؟ ليش يقول أنه نزلوا النظر منزلة التذكر؟ لأنه يقول إنسان لما يتذكر مو تحصل عنده نتيجة علمية؟ نقول نعم. هل هذه النتيجة العلمية أوجدها التذكر؟ نقول لا. فيقول إذا نفس الشيء، لا يختلف. أوجدها النظر، أوجدها النظر أولا، ثم نسيت، ثم استرجعت المعلومات تذكرتها فجاءت النتيجة من جديد. يعني عليه تحديث المعلومات، مو أنه خلق المعلومات من جديد. يريد أن يصل إلى نتيجة بأي طريقة، يريد أن يثبت أن الله يخلق المعلومة، يخلق العلم. كلام زائف. لكن أورد عليهم إن قياس النظر مع الاستذكار قياس مع الفارق. قياس النظر مع الاستذكار قياس فاسد، قياس مع الفارق، لأن الاستذكار هو نفس العلم المسبوق بالنظر، فالتذكر هو استرجاع المعلومات المخزونة في جهة ما في العقل. هي المعلومات موجودة طبعا للعلم حتى في الأبحاث الجديدة العلمية. يذكرون العلماء الغرب، يذكرون أنه الإنسان حينما يتعلم شيئا حتى ولو ينساه، نحن في طوال حياتنا كثير من المعلومات أخذنا، كثير من الكتب درسنا، كثير من القضايا تعلمناها، صحيح، أما نسيناها. يقولون لم تنسى بشكل نهائي، لا، مخزونة في العقل في جهة ما، المشكلة في استرجاعها. إلى درجة أنهم يقولون الإنسان من يقرأ جريدة، جريدة ماكو، جريدة عادي يقرأها، مجرد نظرة واحدة على صفحة الجريدة، أحسنتم، كل كلمة تنطبع في ذهنه مثل فوتوكوبي. بس المشكلة اللي ما قادرين يتوصلون إليها أنه شلون نقدر نطلع المعلومات جديدة، نطلعها من العقل. في عندهم بعض العلوم الجديدة، واحد من العلوم يسمى NLP، علم البرمجة العصبية. فينيمون الإنسان بطريقة معينة، ما أدري شلون، ويدخلون في رأسه معلومات معينة، ثم بعد ذلك يستيقظ من هذه الحالة، فتكون المعلومات مخزنة وين؟ في العقل الباطن، مو في العقل الظاهر، لأنه العقل على قسمين، في العقل الباطن. فهو وهو صاحي ما يفهم، ما يعرف شنو شنو دارس، بس هاي المعلومات تظل في عقله إلى يعني إلى الموت. فلذلك يعلمونه على طريقة أخرى، حتى حينما يمتحن مثلا، حينما يمتحن، إيه لا لا موجودة، يبرمجون الإنسان. نعم نعم، مجاري هذا أكوع، حتى هنا إذا تسألون حتما تجدون من يبقى مرخص، مرخص من الدول، مو أنه مو مرخص، أكو مكاتب خاصة تقوم بهذا العمل، تخلي الإنسان يتبرمج، يعلموه على طريقة، بعدين يعلموه على طريقة الاستذكارها، يستخرجها من العقل الباطن واحدة وراء الأخرى. نعم، شلون يعني؟ لا لا، مو ترمي مغناطيسي 100%، لا لا، شوفوا
حالة من التنويم، مو تنويم مغناطيسي، حالة من التنويم يأتي إليه يلقنه بطريقة خاصة، ما أدري شلون طريقتهم يعني، لازم واحد يبحث. فالحاصل هكذا، هكذا المسألة. فإذا التذكر هو استرجاع المعلومات المخزونة في جهة ما في العقل، وهذا يختلف تماما عن العلم عقيب النظر، حيث لم يكن مخزونا في العقل حتى يقال أنه كالتذكر. مسألة واضحة البطلان. في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. يعني أفضل شيخنا. بلي. يعني إذا نرجع ونقول على الرأي الأول اختار المعتزلة ومشهور الإمامية الأول. طبعا الأول. زين لأن بس حتى لو ترجع وما دليل الأشاعرة فهو باطل بوجهه. بلي بلي خلاص نمشي. طيب الطيب انت ليش تسبقنا؟ ليش تحب تسبقنا دائما؟ السابقون السابقون. مو انت تجي على بالي. وعلى كيفك نجي نجي. شنو على بالي يمه؟ علي يمك شلون انت تتناقش ويا ابو علي جيدا مداخلات مالك حلوه. انا حاط بالي يمك ودا اقعد وراها دا استنتجها ماكو دا اجمعها. نعم. لا اصبر حتى كلها نشرحها ان شاء الله تعالى يكون اثبت. ان شاء الله. ان شاء الله في الدرس المقبل. بإذنه تعالى نرد دليل الأشاعرة بوجهين رئيسيين إن شاء الله نتناولهما. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله. سلمكم الله جميعا. الحمد لله.